بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقف كلماتي حائرة عاجزة عن وصف معاناة أسرانا الذين عانوا من أشد وأقسى أنواع العذاب وحرموا منا ومن أبسط حقوقهم التي أقرها القانون وقبلتها الفطرة، بل وأعجزوا عن وصف حال أهالي المعتقلين وأعجزوا عن تفريغ أحاسيسهم بكلماتي، فجعبتهم تحملوا من الآهات ما جعل الأيام تتساوى ليلها بنهارها. أسرتهم تفتقدهم، مقاعدهم تفتقدهم، المساجد تفتقدهم، وأركعوا حسرة وألما على حضون أمهاتهم التي تتشوق لاحتضانهم. 6 سنوات من البعد والأنين يعانيها كل من سجين، وذويه تخجل كلماتي عن وصف ذلك الاشتياق والحنين. أسرانا خلف قضبان السجون صامدون، متحملين جميع أنواع المضايقات، ساروا على طريق الحق واعتقلوا من أجل حريتنا، من أجل حريتنا ومن أجل تضميد جرحانا. فأدعوكم لتذكروهم بكل حواسكم، فما قدموه من تضحيات تستحق منا الصمود من أجلهم والسير على خطاهم. فأجعل العين تبكي طالما هناك عزيز في السجن في سجون أعاديك، واجعل الأذن كلما سمعت أساطير الآخرين تذكرك بأن أبناءنا أسطورة تحكي عن نفسها بنفسها قوة وثباتا وصمودا. واجعل التذوق طريقا لذكراهم كلما تذوقت نعيم الله، نعم الله وخيراته، فاعلم إن أبناءنا لا تذوق الزاد ولا تأكل ما تشتهيه الأنفس. واجعل اللمس طريقا للذكرى، فكلما استطعت لمس أحبائك تذكر إن لنا خلف القضبان أحبة لا نستطيع لمسهم، فتمضي الأيام ونحن على أمل اللقاء والاحتضان بهم. واجعل الأنف طريقا للدعاء كلما استنشقت رائحة الحرية، تذكر أحبتنا خلف قضبان العدو تتوق للحرية، تتشوق للحرية. فأدعو لهم بكل فريضة وكل أمسية دعائية، فلا غنى لنا عن دعائكم. نسأل الله العلي القدير بالفرج لهم العاجل لهم، ونسأل الله، ولا نسأل غير الله، ولا حاجة لنا لغير الله، بالفرج. ونسألك يا الله بالفرج العاجل عن أحبتنا. والسلام عليكم.